عيد الحلم هذا. رأيت الشيخ الشعراوي يوصيني بالمداومة على القرآن ولو صفحات قليلة، وقلت له أني مداومة على سورة البقرة، قال لي أعرف، وصار يقبل يداي ويحط لسانه عليهم، وصاني بذكر الله، ورأيت السبحة في يده وهو يفسر لي قواعد القرآن آنسة. ما شاء الله. طبعا الحلم يعني ما أدري، خلي موضوع الزواج عشان يعني كلمة آنسة على إيش، أتمنى أنك نفرح فيك قريبا وتكوني عروس يا رب. ولكن أنا بالنسبة لي معلمي في تفسير القرآن الشعراوي، أنا ما أخذت أي أحد ثاني غيره، يعني كنت أنا من المتابعين له كلمة كلمة حرف حرف، وتعلمت من هذا اللي استنبطت من هذا الشيء أيضا الأحلام كيف أفسرها لغويا، لأنه هو كان يفسر القرآن أيضا لغويا يعني أكثر شيء. بغض النظر، بالنسبة للحلم، رؤية الشعراوي بحد ذاتها يخبرك بالاستمرار بعمل معين كصلاة كقراءة قرآن كذلك، فذلك هي كأنها وصية من الله سبحانه وتعالى ونصيحة لك بالاستمرار عما تقومين فيه. سورة البقرة هنا ربما هناك أهداف ربما لا تعلمينها، ربما شيء مخبى لك لا تعرفين عنه، ولكن هنا سورة البقرة هي العلاج. تقبيل يدك أنك تمشين على طريقه بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون ممن يجمعهم الله به يوم القيامة في الجنات، جنات الخلد. اللسان، أنه وضع لسانه على يدك، معناتها أنك تملكين نوع من الحكمة، أو إذا تزوجت في المستقبل ووجدت الرجل المناسب تأتين بولد، يأتيك خلف يكون هذا الخلف قارئ القرآن مفسرا له، هذا والله العليم الحكيم. أتمنى لك الزواج إن شاء الله، والحصول على التفسير هذا يتحقق لك إن شاء الله.